الان عرفنا السبب علاش راك تشوف دي قادورات قادورات لطوالات هذه كما راك تشوفوا فيها جايه من حي السكني 2500 مسكن اديال هذه ماشي بحيره تاع بتيلا كلها كما راك تشوفوا هذه جايه من لا سيتي تاع اديال 2500 مسكن اللي الناس مازال ما سكنوش مازال ما لقاوش حل في 2017 حسبنا الله ونعم الوكيل.